أعزائي المستمعين، موعدكم اليوم الخميس الساعة 12:15 مع الحلقة الخاصة خريجي كليات الحقوق والمحامين المتدربين بين الواقع والآمال، بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان وبدعم من مؤسسة UNDP. تابعونا على أثير إذاعة صوت القدس 102.7 FM. 102.7 FM. السلام عليكم ورحمة الله مستمعي الكرام، إلى الحلقة الثالثة والأخيرة ضمن سلسلة حلقات نتحدث فيها عن خريجي كليات الحقوق والمحامين المتدربين في قطاع غزة بين الواقع والأمال، بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان وبدعم من مؤسسة UNDP. في الحلقة الثالثة والأخيرة نتحدث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة ومدة التدريب بين القبول والاعتراض. وللحديث في هذا الموضوع نستضيف الأستاذ المحامي سلامة بسيسو، نائب نقيب المحامين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك نستضيف المحامي المتدرب عامر القديري والمحامي المتدرب تحسين بكر. السلام عليكم. السلام. بداية نود أن نذكر بأننا في الحلقات السابقة كنا قد استضفنا ضمن سلسلة الحلقات كل من الدكتور خالد نويري، رئيس قسم الإجراءات الفنية في هيئة الاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة. تحدثنا معه خلال الحلقة الأولى عن الآليات المتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم في منح اعتمادات للجامعات لتدريس التخصصات القانونية. كذلك استضفنا الأستاذة سرية أبو سمعان، مدير دائرة العمالة المحلية والوافدة في وزارة العمل بغزة. تحدثنا معها أيضا حول نسبة الخريجين الحقوقيين المسجلة في وزارة العمل، بالإضافة إلى كيفية إشراك الخريجين الحقوقيين في سوق العمل المحلي. وكان معنا في الحلقة الثانية الأستاذ علي النعوق، أمين سر المجلس التأسيسي لنقابة المحامين سابقا، والمحامي الخريج أيضا فادي أبو ناصر، وكنا قد تحدثنا معهم حول واقع الخريجين الحقوقيين والمحامين المتدربين ومستقبلهم المهني. وفي هذه الحلقة إن شاء الله الحلقة الثالثة والأخيرة نتحدث معك أستاذ سلامة ومع أيضا المحامين عامر وتحسين حول تنظيم مهنة المحاماة، قانون تنظيم مهنة المحاماة ومدة التدريب بين القبول والاعتراض. مرة أخرى أهلا بكم، أبدأ منك أستاذ سلامة، لو تحدثنا بداية عن الخطوات أو الإجراءات التي تلزم الخريج الحقوقي للالتحاق في التدريب في نقابة المحامين. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني احنا بنشكر إذاعة القدس على إتاحتنا الفرصة في هذا البرنامج لتوعية إخواننا وزملائنا المحامين المتمرنين الذين يتقدمون بطلبات الالتحاق في نقابة المحامين. القانون رقم 3 لسنة 99 الصادر على المجلس التشريعي الفلسطيني بخصوص تنظيم مهنة المحاماة واللائحة الداخلية لنظام التدريب في نقابة المحامين تنص على أن كل من حصل على شهادة المحاماة لسانس الحقوق أو الشريعة الحق أن يتقدم بطلب للقبول في نقابة المحامين، يتم تسجيله في سجلات المحامين المتمرنين. وطبعا هناك بعض الثبوتيات الأخرى مثل البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد وشهادة الثانوية حتى يتم قبوله. يتم تقديم هذه الطلبات 4 مرات في السنة، في يناير، في فبراير، وفي ابريل، وفي يوليو، وفي سبتمبر. من كل عام يتم قبول طلبات المحامين المتمرنين 4 مرات. نعم. من ثم يعرض هذا الطلب على مجلس النقابة، يقرر مجلس النقابة قبول المحامين الخريجين الذين تنطبق عليهم الشروط، ويتم تسجيلهم في سجلات المحامين تحت التمرين بعد دفع رسوم قانونية المطلوبة وهي تقدر بحوالي 67 دينار وتدفع لمرة واحدة. يقوم المحامي المتمرن بعد قبوله في سجلات المحامين المتمرنين بالالتحاق بمكتب أحد زملاء المحامين الممرنين العاملين
في قطاع غزة، ومن ثم يقوم بالمسؤول أمام محاكم الصلح بعد مضي 6 أشهر كما نص عليه القانون، وبالمسؤول أمام محكمة البداية بعد مضي 12 شهر من التمرين، وبعد مضي 24 شهر على التمرين يتقدم بعد مضي ثلثي المدة بامتحان الجدارة والكفاءة، وأن يتم اجتياز امتحان الجدارة والكفاءة يتقدم بالبحث المطلوب منه، وبعد أيضا نجاحه في البحث المطلوب منه يتقدم بامتحان شفاهة، ومن اجتاز هذه الاختبارات الثلاثة وتنطبق عليه مدة التمرين 24 شهر يتم أداء اليمين القانونية، ومن ثم يحصل على إجازة المحاماة، وبعد هذا التاريخ يصبح محامي مزاول ويحق له جميع الحقوق التي يتمتع بها المحامي المزاول. نعم جميل. طيب أشرت أستاذ سلامة إلى القانون رقم 3 للعام 99، قانون تنظيم مهنة المحاماة المقر من المجلس التشريعي، لكن هذا يقودنا إلى سؤال، يعني ألا يوجد لديكم خطة، مقترحات، رؤى مستقبلية لتعديل هذا القانون لبعض مواده بما يتواءم مع المستجدات، مع الحالة الفلسطينية، أم ستكونون على هذا النظام يعني مستمرون؟ في الحقيقة يعني نحن نواجه مشكلة الآن وفي هذه الساعات، يعني حلت بنا مشكلة كبيرة، وهو أن القانون رقم 3 لسنة 99 ينص على أنه في حال تساوى عدد المحامين المتمرنين مع عدد المحامين المزاولين يوقف تسجيل طلبات المحامين المتمرنين في سجلات نقابة المحامين. نحن في هذه اللحظات ومنذ ساعة تقريبا وصل لدينا عدد المحامين المزاولين 642 محامي مزاول، طلبات المحامين تحت التمرين زادت عن 600. في هذه الحالة عند تساوي الأعداد المتمرنة مع الأعداد المزاولة سوف يتخذ مجلس النقابة قرارا بالتنسيق مع إخواننا بمجلس النقابة في الضفة الغربية بالمجلس الموسع لإيجاد حلول لهذه المشكلة المعضلة التي تتساوى فيها أعداد المحامين المتمرنين مع أعداد المحامين المزاولين. نحن في ما هي الحلول يعني وجهة نظر؟ الحلول عديدة، التنسيق مع كليات الحقوق العاملة في فلسطين، والحد من قبول الطلبات لمدة معينة، أو هناك يعني سوف يتخذ المجلس الموسع وهو عبارة عن 15 عضو، 9 من الضفة الغربية و6 من غزة، الحلول لهذه المشكلة، لأن ازدياد عدد المحامين المتمرنين عن عدد المحامين المزولين بقوة القانون يتم وقف تسجيل المحامين المتمرنين في حال تساوت هذه الأعداد. سنأتي النقاش أيضا حول مواضيع أخرى، ولكن دعنا ننتقل قبل أن ننتقل للمحامين، لكن نتحدث عن موضوع مدة تدريب المحامين الجدد. أستاذ سلامة، هناك العديد من المحامين المتدربين معترضين على مدة التدريب 2 سنين، واعتبروه بأنها مدة طويلة نوعا ما، خاصة أن المتدرب خلالها لا يتقاضى أي مقابل مادي، وأنه يتكبد مصاريف واحتياجات ولوازم للمظهر اللائق، المواصلات، الاحتياجات الخاصة بالمحامي المتدرب. في الحقيقة يعني مدة 24 شهر في نظر بعض زملاء المحامين المتمرنين أنها طويلة وكبيرة ويجب تقصيرها، وفي نظر بعض الآخر أنها قصيرة ويجب تطويلها. أنا في وجهة نظري كمحامي وعضو جمعية عمومية ومارس مهنة المحاماة ما يزيد عن 25 عاما، أن مهنة المحاماة تحتاج إلى التطور الدائم والبحث العلمي المستمر وإلى الدراسات المستمرة، وهذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مصاريف. أيضا القانون الفلسطيني منح المحامي المزاول يوم حصوله على إجازة المحاماة المسؤول أمام أعلى درجة من درجات المحاكم، منحه المسؤول أمام المحكمة العدل العليا وأمام محكمة النقض وأمام المحكمة الدستورية في ثاني يوم حصوله على المزاولة. هذا الشروط غير موجودة في بعض قوانين الدول المجاورة، مثال على سبيل المثال جمهورية مصر العربية عندما يتم منح إجازة المحاماة يتم المسؤول أمام المحكمة الجزئية لمدة 2 سنين، ومن ثم بعد مضي 2 سنين على حصول على إجازة المحاماة يمسل أمام المحكمة الابتدائية لمدة 5 سنوات، وبعد مضي هذه ال5 سنوات يمسل أمام محكمة الاستئناف لمدة 7 سنوات، ومن ثم يمسل أمام محكمة النقض على ألا يقل عمره عن 42 سنة. نحن في نقابة المحامين الفلسطينيين
نمنح المحامي المزاول أمام المسؤول أمام هذه الدرجات ثاني يوم حصوله على جائزة المحاماة. فيجب على المحامي المزاول حتى يكون أهلا للمسؤول أمام هذه المحاكم أن يكون على دراية كاملة بالقانون وأن يكون على دراية كاملة بما يحيط من حواليه من مواد قانونية جديدة ومن سوابق قضائية. فمدة السنتين يعني أنا في وجهة نظري أنها يعني ليست طويلة وليست يعني تحتاج إلى تقصير. وجهة نظرك الشخصية أم النقابية؟ والله وجهة نظري الشخصية والنقابية، لأنه القانون والمحامي بشكل عام يحتاج إلى دواية كافية وإلى علم وإلى بحث وإلى البحث في السوابق القضائية، لأنه عندما يمثل أمام محكمة النقد وأمام أعلى هيئة محكمة في فلسطين يجب أن يكون كفؤ للمسؤول أمام هذه المحاكم، ويجب أن يكون على دواية كاملة بالقانون والسوابق القضائية وكل ما هو واجب الحصول عليه. طيب انتقل الان الى المحامي المتدرب تحسين، يعني حول المشاكل التي تواجهونها عند الالتحاق في التدريب، ما هي المشاكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اود شكر اذاعه القدس على هذه الفرصه اللي تحت الفرصه لنا كمحامين متدربين ان نتحدث بخصوص تدريب المحامين. اولا المشاكل التي يعني تواجه المتدرب تاتي بدايه من عند التخرج، يحتاج الطالب المنهي تخرج للتو أن يقوم بتسوية أمور مالية لدى الجامعة. سنتكلم أولا في المشاكل المالية رقم واحد. رقم اثنين، يحتاج إلى دفع مبلغ 77 دينار وليس 67 دينار وفق آخر التحديثات في مجلس نقابة المحامين، وهذا أيضا مبلغ غير بسيط. رقم ثلاثة، يحتاج أيضا هذا المتدرب إلى الالتزام بأحكام الكسوة القضائية، وهذا أيضا مكلف ومرهق. تمام. رقم أربعة، يحتاج هذا المحامي المتدرب أيضا أن يواظب على المداومة عند الأستاذ المتدرب يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع، وهذا يحتاج إلى مصاريف أيضا تدخل من ضمن الحسابات. هذا بالنسبة للمشاكل المالية. عدا عن المشاكل التي تواجهه مع أستاذ المتدرب، عدا عن المشاكل التي تواجهه خلال عمله بالاحتكاك مع موظفي المحاكم. بالنسبة لقانون التدريب يعني أو نظام التدريب رقم واحد لسنة 2004، يعني عند إقراره بأن مدة التدريب ستكون لمدة 24 شهر، يعني أنا من وجهة نظري أعتقد أنه مدة 24 شهر أو سنتان هي مدة زمنية لا تقترن بجدارة. فلو أن مجلس النقابة وفق نظام التدريب رقم واحد لسنة 2004 يحق له تأخير إعطاء رخصة المزاولة للمحامي المتدرب لمدد إضافية، فلماذا لا يتم إعطاء هذا المتدرب الجدير إنقاص مدد مساوية؟ يعني لو مثلا في محامي اليوم تقدم في امتحان تحريري وشفوي وقدم البحث المطلوب منه كمتدرب ودفع رسوم للالتحاق في النقابة، لماذا يعني هذا المحامي إذا كان غير جدير وفق رؤية مجلس النقابة يحق لهذا المجلس التمديد، فلماذا لا يتم التقصير للمحامي الكفء؟ فالمدة الزمنية، خلاصة القول أن المدة الزمنية هي مدة يعني المدة الزمنية غير عامل فعال أو غير عامل حاسم، يعني فيها تجني على المحامي المتميز مع غير المتميز. ملكات البشر مختلفة وقدرات البشر مختلفة وأعمار المنتسبين لمهنة المحاماة أيضا مختلفة، هناك الصغير وهناك الكبير، وكما وضحت لك قبل الحلقة بأن أكثر التخصصات الجامعية المطلوبة من كبار السن هي تخصص الحقوق أو تخصص القانون. فبالتالي يعني مدة التدريب سنتين هي عامل غير حاسم في أن المحامي اللي أمامي هيقدر يترافع بكرة في العليا أو مش هيقدر يترافع، هيقدر يترافع بكرة في البداية أو مش هيقدر يترافع. لابد أن يكون هناك عامل حاسم آخر غير الامتحان التحريري وغير الامتحان الشفوي. يعني أنا بقترح، وهذا مجرد اقتراح، بأن يتم عمل امتحان شامل يخضع له جميع الملتحقين وفق قانون التدريب لمجلس نقابة المحامين، عفوا لنقابة المحامين كمتدربين في السجل المتدربين، أن يخضعوا لامتحان شامل بإعطائهم فرصة بالدخول بامتحان قوي وشامل
هل يستطيع هذا المتدرب أن يتجاوزه أن يتخطاه؟ فمن الممكن إعطاء الفرصة للمزاولة. فإذا لم يتخط، لأنه الفكرة أنه في ناس ممكن 5 سنين تتدرب لكن برضو ما بتقدرش تزاول المهنة، في ناس ممكن من ثاني شهر من التحاق في التدريب تستطيع أن تزاول المهنة. فالمعيار الزمني سنأتي على المشاكل أيضا، وسنربطها بما قاله أيضا الضيوف السابقا في الحلقات، أنه في بعض الدول تشترط يعني أن يكون في درجة علمية مسبقة قبل الذهاب إلى الحقوق ودراسة الحقوق. نعم. لكن لو انتقلت لك عامر، يعني هل يعتبر عدم إلزام نقابة المحامين للمتدرب للمحامين للمحامي المزاول بقبول عدد المتدربين مشكلة تواجه الخريج المقبل على التدريب؟ اسمح لي في البداية أن أشكر إذاعة القدس على هذا الاهتمام في هذه الفئة، فئة المحامين، كونها من أهم الفئات في المجتمع. وأحيي الأستاذ الكبير أستاذ سلامة بسيسو على تلبيته هذه الدعوة. وعطفا على الموضوع أريد أن أوضح شيئا أساسيا أؤسس عليه كلامي كله في موضوع المدة أو غير المدة. المحامي بحد ذاته هو شخص يجب أن يكون من أهم الأشخاص الفاعلين في المجتمع. هذا الشخص يحتاج قبل كل شيء إلى تكوين شخصية أساسية يستطيع من خلالها أن يتقدم في أي مجال، في أي مستوى من المستويات، سواء في المحكمة أو في تعامله مع زبائنه أو مع عملائه أو في أي مستوى من في المؤسسات، أن يكون جديرا بهذا الأمر. لذلك أنا أرى أنه غير موضوع إلزام المحامين، موضوع المدة بصفة عامة، هي ليست معيارا واضحا أو أعتبره معيارا شكليا في هذا الخصوص، كونه أنه إحنا اعتمدنا الزمنية ولم نعتمد النوعية. بمعنى انه انت اليوم ممكن لو واجهتنا بكره مشكله في عدد الخريجين نمد المده كمان سنه يصير 3. اليوم احنا عملنا بس تاجيل للازمه، تاجيل للمده. احنا اليوم عندنا 1000 نفر، مددنا المده سنتين حيخرجونا نفس الشيء 1000 نفر. ولكن لو وضعنا معايير نوعيه من ضمنها مثلا على سبيل المثال، يعني هو ليست مفروضه، ان يتم امتحان انتساب، امتحان قبل ما يدخل الخريج الى النقابه يكون في امتحان معين قبول نعتبره. أنت هو هكذا أولا يعني تضمن حق كل خريج عندما يكون جديرا بالانتساب للنقابة أن لا تحرمه، لأنه كونه طلعنا الآن أنه موضوع إذا تم طرح غلق باب الانتساب، طب إيش يسوي الإنسان المتفوق، الطالب المتفوق؟ يعني هو عفوا يعني هو درس مثلا الحقوق أو الشرع والقانون حتى في النهاية يعني ينتظر كمان يفتح باب الانتساب؟ يعني هذه تكون يعني بنظر يعني شيء جنوني الآن، غير أنه كمان بعدها سنتين، غير بعدها بده ينتظر شيء آخر. الآن أنا أقول بصفة عامة أن الأمر مشكلة في المعيار ذاته، في المعيار مشكلة في المعيار ذاته، أنه إحنا نظرنا إلى أن الأمر فقط يحتاج إلى مدة زمنية، وهذا أمر ليس معيارا. أنا أقول أنه على سبيل المثال لم ينظر إلى التمايز يعني فضلا عن ذلك، أنت اليوم بتحط مدة سنتين وتترك المحامي هملا سواء تدرب أم لم يتدرب، بعنيناش معلش. يعني في النهاية بيجي امتحان المحامي اساسا، يعني اقول لك شغله ممكن يصيبه احباط من المده. يعني شاب اساسا تخرج زي ما ذكر صديق زميلي تحسين من الجامعه وكان عليه اعباء ماليه غير ذلك، اضطر انه يعمل في اي مهنه من دون ذكر مسميات للمهن احتراما طبعا لاصحابها، انه في سبيل انه هو يعوض هذا الامر او يصرف على نفسه احتياجاته الخاصه، يمكن احتياجات اسرته. طيب. الان انا باكد لك انه هناك مثلا المحامي يضيع سنه كامله السنه الاولى، يمكن بيبدا بس اخر 6 شهور في التدريب. طيب هذا ينسحب استاذ سلامه، يعني كما قال انه النقابه لا تلتفت لا تعطي اهتماما لمده العمل للمحامي المتدرب، هل هذا صحيح؟ يعني يترك المحامي دون رعاية دون متابعة؟ قبل أن تجيب عفوا أنوه أنه بإمكان أيضا المعنيين والمشاركين معنا المشاركة بالرسالة القصيرة على جوال البرنامج 0599-900-919 في رسائل قصيرة لمشاركاتهم. وأيضا ننوه مرة أخرى أنه حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة غزة. تفضل أستاذ سلام. في الحقيقة النقابة تقوم برعاية هؤلاء المحامين المتمرنين، وذلك من خلال ما تقوم به من محاضرات أسبوعية سواء كانت في غزة أو في فرع النقابة في خان يونس، ومن خلال دورات التي تقيمها وورشات العمل والمؤتمرات، فهي تقوم على رعاية هؤلاء المحامين المتمرنين وصقلهم بالمهارات القانونية اللازمة من أجل أن يتمكنوا من اجتياز
امتحانات الجزاء والكفاءة والبحث الذي يفرضه قانون المحامين المتمرنين. نحن في نقابة المحامين يعني نميز بين المتمرن المتفوق والمتمرن العادي. يعني تصلكم تقارير من المحامي الممرن، يتم مخاطبة المحامي الممرن كل 6 شهور ليعطينا تقرير حول مدى التزام المحامي المتمرن في مكتبه ومدى التزام بالقوانين ومدى حضور في المحاكم ومدى تواجده في المحاكم. هذه التقارير نحن في مجلس النقابة نبحثها وننظر إليها بعين الاعتبار، وأن المحامي الذي يحضر في المحاكم ولدى مكتب المحامي المتمرن يجاز من خلال اجتياز امتحان الجزاء والكفاءة ومن خلال اجتياز البحث. أما المحامي الذي لا يداوم على الحضور في المحاكم وفي مكتب المحامي الممرن لا يستطيع اجتياز امتحان الجزاء والكفاءة والبحث، لأنه لا يوجد لديه معلومات قانونية اكتسبها من خلال ممارسة عملية في المحاكم. طيب، في حلقة سابقة كنا نتحدث مع الأستاذ علي النعوق، تحدث أنه حول إمكانية تقليل مدة التدريب، وذلك من خلال دمج سنة من التدريب خلال فترة الدراسة، وتحدث أيضا بأن هذا الأمر معمول فيه بالعديد من التخصصات غير القانونية، يعني ربما التدريس إلى آخره الطب في فترة العمل في الدراسة. لماذا لا يعمل بهذا النظام في فترة الحقوق والمحاماة؟ في الحقيقة يعني قانون رقم 1 لسنة 2004 نظام تدريب المحامين يعفي بعض المحامين المتمرنين حاصلين على دكتوراه في القانون من مدة التمرين من مدة 6 أشهر، وأيضا المحامين الذين يجتازون امتحان الجزاء والكفاءة أيضا يتم تقديم هذا الامتحان بعد مضي ثلثي مدة التمرين. وفي الحقيقة ما قاله الأستاذ علي نحن بدأنا تطبيقه تقريبا منذ عام، وهو من خلال المحكمة الصورية التي أصبحت ببعض الجامعات العاملة في فلسطين تتم اعتبرتها أحد مساقات التدريس في الجامعات الفلسطينية. المحكمة الصورية هذه عبارة عن ممارسة عملية محاكاة للمحاكم الموجودة في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام. فنحن بالتنسيق مع الكليات العاملة، كلية الحقوق العاملة في فلسطين وفي قطاع غزة بشكل خاص، يعني سوف يتم دراسة هذا الموضوع جيدا وأخذه بعين الاعتبار. أن لديكم التوجه بهذا؟ لدينا التوجه، وهذا يعني تم العمل فيه واعتبرته جامعة فلسطين أحد مساقات التدريس، وأعتقد جامعة الأزهر اعتبرت برضو المحكمة الصورية أحد مساقات التدريس في سنوات الدراسة. طيب، قبل أن نكمل مع أيضا المحامين المتدربين، كان أيضا أحد المتحدثين في الفقرات السابقة والحلقات السابقة أشار أنه يعني لديكم طرح أو مقترح أن تقوموا بمخاطبة كليات الفلسطينية كليات الحقوق برفع مفتاح القبول، يعني ليس 50% أو 60% يدخل إلى كلية الحقوق، رفعها يعني تكون على سبيل المثال ككلية الطب أو كليات الهندسة. في الحقيقة يعني إحنا في منذ شهرين أو 3 أشهر تم اجتماع ما بين مجلس نقابة المحامين وعمداء كليات الحقوق العاملة في قطاع غزة، وتناقشنا في هذا الموضوع، وإن شاء الله يعني لنا اجتماعات مقبلة وسوف يتم تطبيق هذا المبدأ إن شاء الله في السنة الدراسية القادمة، حيث الأعداد الكبيرة والتي تقبل في كليات الحقوق في قطاع غزة سواء كان في جامعة الأزهر أو الجامعة الإسلامية أو جامعة فلسطين أو جامعة الأمة، أن أعداد الخريجين من هذه الجامعات لا تستوعبها سوق العمالة في قطاع غزة. يعني حتى أشرت أنه عدد المحامين المدربين مع المزاولين يعني سوف يتساوى، فهذا فوق العدد بالضبط، فهذا يعني عدد كبير لا تستطيع نقابة المحامين وسوق العمالة في قطاع غزة استيعابه. لذلك سوف يتم التنسيق مع هذه الكليات بحيث رفع مفتاح القبول ليتم تخفيض عدد المقبولين منذ البداية في كلية الحقوق. جميل. طيب تحسين، يعني هل تعتبرون مدة السنتين اللي أشرت لها أنت وعامر تسبب لكم قلقا ومشكلة كبيرة تؤرقكم، في حيث يعني بخلاف أن الوضع المادي والاحتياجات في هذه الفترة، يعني المشكلة يعني ماذا يعني تكمن في أنه إبعادكم عن سوق العمل لمدة عامين، لكن في الرغم من ذلك تكسبكم خبرة يعني كما قال الأستاذ سلامة وقال الضيوف الآخرين في حلقات سابقة؟ نعم أكيد الخبرة مطلوبة، ولكن فترة سنتين يعني
من حيث عمليا من حيث احتكاك المتدرب بالأستاذ المدرب، يعني أولا لازم نشوف شو هي علاقة الأستاذ المدرب بالمتدرب. يعني أحيانا تكون العلاقة قائمة على الاحترام وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب وهذا هو الأساس، ولكن أحيانا أخرى يتم النظر من قبل الأستاذ المدرب إلى المتدرب على أنه سكرتير طرفه أو على أساس أنه مراسل طرفه وليس محامي متدرب جاي لحتى يعطيه يعني أسرار المهنة، جاي لحتى يعطيه يكسبوا المهارات الأساسية في هذه المهنة المسلكية والعملية. فمن هذه الناحية يقوم المتدرب فقط بعملية قضاء وقت حسب القانون، يريد أن يمضي بالسنتين فقط، يعني بده يعدي هالسنتين، كيف ما تطلع تطلع، كيف ما تيجي تيجي، اكتسب خبرة ما اكتسبش خبرة، لأنه هذا القانون بيحكي هيك، بده سنتين يعديهم وخلاص. يعني هذا بس ينسحب على كل المحامين المتدربين أنه بده يمشي هالسنتين بأي شكل؟ هو أنا ما بقدر أتكلم عن الجميع، لكن أنا مثلا ممكن أتكلم مثلا عن شخصي، أنه فعليا أنت يعني نوعية القضايا ونوعية المهام التي يقوم الأستاذ المدرب بإعطائها للمتدرب تقوم على نوع من عدم احترام الرأي الآخر، تقوم على نوع من عدم إشراكه، يعني من نعم عدم الإشراك في الخبرة. يعني معلش، يعني هلا أنت مثلا في أستاذ مدرب، أنا كمتدرب أنا بعطيك عمل في مقابل إنك تدربني، الأصول هيك، قانون التدريب بيحكي هيك الأصول، لأن المفروض أنا كمتدرب القيام بجميع أعمال الأستاذ المدرب، لكن في المقابل المفروض إن الأستاذ المدرب بيعطيني خبرته. ولكن للأسف في شيء يعني موجود في تراثنا الفلسطيني، موجود في سلوكنا الثقافي المتراكم، إنه أنا صاحب مهنة ما راح أعطيك أسراري، أنا بطلع لك. تشعر هكذا يعني؟ نعم. أنت بكرة يعني أنا شاعر فيك كمنافس في سوق العمل بكرة، يعني في خلال مدة قريبة بعد حصولك على المزاولة كمتدرب، فبالتالي أنا مش راح أعطيك خبراتي، مش راح أعطيك يعني نخليك تتمكن من هذه المهنة كما أنا متمكن منها، لأنه يعني خلاص هذه يعني شغلات موجودة في تراثنا الفلسطيني، يعني ما بنقدر نغيرها. فبالتالي المتدرب فعليا وهذا الذي يحدث يقوم بقضاء الوقت فقط، يريد الوقت أن يمضي، سنتين مدة كبيرة فعليا، وكما يعني كما تحدثنا من قبل أن هي السنتين المدة الزمنية غير معيار غير كافي. طيب، لبحث جدارة المتدرب. طيب خلينا نشوف عامر تتفق مع ما طرحه زميلك تحسين، انه سنتين يعني بده المتدرب باي طريقة يمرن حتى يحصل على شهادة المزاولة ويدخل الى السوق، بالرغم من تكبده للخسائر المادية، يعني خسائر مادية انه يعني ما في مصدر دخل، حتى القانون لا يلزم المحامي المزاول انه يعطي، لم ينص على القانون انه يعطي له جانب من المادة، لكن بالتالي تشعر انه يعني كل المحامين بيعملوا هذه الطريقه ام هذا تجني على المحامين؟ ده حكي شغله مهمه، موضوع الالتزام، يعني يجب ان يكون هناك متوافر ماده قانونيه تلزم المحامي تجاه المتدرب لديه، هذا امر اعتبره معيبا في طلب المحامي نفسه، هناك التزام اخلاقي وادبي، انت تعتبر ان هذا الرجل او هذا الشاب المحامي الخريج امانه في عنقك، انت تريد ان تعده، انت الان يعني في مقام استاذ الجامع، فلذلك لا يجوز يعني حتى انه الاستاذ يسمح لنفسه انه يخطر على باله انه والله طالما ليس هناك قانون او النقابه لم تلزمني فانا لست ملزما تجاهه، هذا اولا. ثانيا بدي احكي شغله مهمه، موضوع يعني حالات القليله، موضوع القدرات في الساده المحامين المتدربين قليله جدا، موضوع انه يكون ملم ومتمكن في 6 شهور او سنه، لذلك نحن نتحدث عن موضوع المدة في الجانب الأعم. أنا عملت استقصاء للرأي، يعني كتبت مجموعة أوراق في عينة عشوائية يعني ل50 أستاذ، من ضمن يعني اعتبرتها كيعني إشارة معينة بتعطيني وجهة نظر، أغلبهم يعني أكثر من نصف اعترضوا على المدة. ليش؟ لأنه على لذلك يعني كله أكد على هذا الأمر، الموضوع المادي، موضوع عدم الاهتمام، موضوع الاستغلال من قبل الأستاذ، يعني أنا بعتبر يمكن خلال السنتين كلها محامي متدرب بس بتابع في التنفيذ مثلا، أو يقوم بإجراءات مثلا ترسيم أو مراسلات فقط. لذلك بدي أحكي كمان شغلة مهمة على موضوع المحاضرات اللي تفضل بها الأستاذ سلامة، أنا بعتبر هذه المحاضرات هي امتداد لحشو المعلومات من يعني زي الجامعات بصفة عامة، تدريب عملي
التدريب العملي نوعا ما لا هو الحديث عملي، يعني الحديث عملي انه انت بتروح في المحكمة تعمل هيك تعمل هيك، مش انه والله احنا بنتحدث نظريا عن مواد قانونية او عن علم يعني القانون بصفة عامة. يعطيك المحامي الاستاذ المزاول ابجديات ابجديات العمل الحقوقي صحيح. وبداية ترسيم القضية والى اخره، وهذا هذا جميل. وانا اعتقد انه هذا يجب ان يكون في بالمقام الاول دور المحامي المدرب، كونه ملاصق ودائم يعني الاحتكاك مع المتدرب لديه في المكتب. يعني اليوم انت بنزل معك بيجي بتقول والله تحضر مع هذه الجلسة، احنا بنقوم بالخطوات هذه، بيبدأ يترافع بيبدأ يقدم اللائحة بيبدأ كذا. في شغلة مهمة اود يعني ان اطرحها، يعني الطب مثلا بدناش احنا يعني يمكن مع فارق التشبيه يعني بعد بدرس 6 سنين، مع انه هم عملهم عملي كمان وبدرس كل التخصصات في التدريب لسنة الامتياز هي سنة واحدة فقط. لأمر آخر، طالما تحدثنا أنه ويجب على المحامي المدرب أنه يعني هو يهتم في موضوع العملي والتطبيق للمتدرب، نقول يعني إحنا يعني نريد أو نطلب من نلتمس من نقابة المحامين مثلا بموضوع المحاضرات أن لا تكون دائما في مواضيع قانونية صرفة، ممكن تكون في جانب آخر كما تحدث لك في شخصية المحامي، في يعني أمور مثلا في صناعة هذا الشخصية كشخصية قيادية كشخصية فاعلة كشخصية إيجابية، والتعاون مع كثير من المراكز التي تطرح هذه الأمور. يعني ممكن حتى تعمل دبلوم لمدة 6 شهور في صناعة مثلا اللي هو تحقيق الذات، في صناعة قائد. هذه أمور أساسا أنا بعتبرها نسبيا يعني أكثر من موضوع المعلومات للمحامي، لأنه موضوع المعلومات هو أمر ذاتي، أمر ذاتي. أنت اليوم بدك تستفيد، بتروح أنت بتفتح الكتب بتطلع بتحضر جلسات في المحكمة العليا في أي محكمة، لأنه لمزيد من الاطلاع على تطوير ذاتك. في النهاية أنت عندما تصبح مزاولا أنت تصبح يعني سيد نفسك في الأهل، إن عملت ولا لم تعمل فهذا كله راجع لك. جميل. طيب أستاذ سلامة، يعني أيضا كان مقترح من الأستاذة سرية أبو سمعان مدير دائرة العمالة في وزارة العمل، أنه يعني اقترحت أنه يكون في اعتماد مدة التدريب كمدة عمل بطالة، وذلك لمساعدة المتدرب على الأقل على الالتزام أو التحفيز على التدريب. يعني هل هناك توجهات من هذا الإطار احتساب مدة السنتين أنه مع وزارة العمل بطالة ويستفيد منها ماليا على الأقل المحامي المتدرب؟ في الحقيقة يعني نحن في نقابة المحامين نرفض أن يطلق على المحامي المتمرن أنه ملتحق بالبطالة، لأنه هذه تساعده على المصروفات يعني وليست، لأنه هذه المهنة أسمى من أن يكون منتسبيها هم عمال بطالة. فنحن نرفض نحن نرفض من حيث المبدأ جملة وتفصيلا أن يكون المحامين متمرنين. طبعا هي مش هتستفيد يعني على سنتين يكون عامل، لكن يعني فترة أشهر يعني معدودة حتى لو شهر واحد. قانون التدريب الخاص بالمحامين المتمرنين هناك بعض المواد نصت صراحة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون محاميا متمرنا من يعمل بوظيفة سواء كان مكافأة أو سواء كان بأجر شهري أو راتب يومي أو بطالة أو أي مسمى خلافه. لكننا في نقابة المحامين وعلى مدار السنوات السابقة لم نألو جهدا من أجل دعم المحامين المتمرنين سواء كان عن طريق نقابة المحامين أو عن طريق إحدى الجهات الممولة، كما هناك الجهة الممولة لهذا البرنامج UNDP. نحن طلبنا أكثر من مرة أن يكون هناك دعم للمحامين المتمرنين حتى بدل مواصلات حتى مصروف شخصي حتى أي مبلغ كان. أنتم في النقابة يعني طلبتم بالضبط، ولكن أنتم تتحملون أيضا جانب من هذه المسؤولية ترك المحامي دون الاهتمام به، كما يعني حمل البعض المسؤولية لكم في النقابة. المسؤولية المالية على نقابة المحامين، أنا يعني أريد أن أوضح شيئا، أن بعد ما شاء الله اليوم النقابة انتقلت لمكان آخر وتم بناء تمام. النقابة انتقلت لمكان آخر، وللأسف الشديد أنه احنا على مدار 3 سنوات مضت حاولنا بكل الطرق إيجاد تمويل لهذا المقر وبناء هذا المقر، إلا أنه لم نتمكن حتى هذه اللحظة من إيجاد تمويل لبناء هذا المقر، وتم بناء هذا المقر من حساب المحامين الخاص، ولا يوجد أي جهة كانت دعمت هذا المبنى. ونحن مصادر الدخل الموجودة لدينا معروفة ومعلومة، لا يوجد لدينا أي دعم أي كان من أي جهة خارجية سواء كانت حكومية أو غير حكومية. إحنا اليوم مش رقيب عليكم يعني، خلينا ما فيش عندنا مشكلة. الدخل من نقابة المحامين هو من رسوم العضوية التي يدفعها المحامين المزاولين ومن خلال تصديقات العقود التي تتم في نقابة المحامين. إذا كان هناك في ميزانية نقابة المحامين
ما يؤدي إلى دعم المحامين المتمولين، لن نألو جهدا في دعمهم. لكن طيب خلينا بس في جزئية يعني عفوا عن المقاطعة أستاذ سلام، أنت أشرت أنه أنتم في القانون وأنتم لا ترضوا أيضا أن يصبح المحامي المدرب بطالة. أولا البطالة ليست عيبا يعني وفق المقترح. الشغلة الثانية أنه في نقابة المهندسين عملت على هذا الطرح، قدمت بدفعة من المهندسين وإلى وزارة العمل، وبالتالي تم استيعاب عدد منهم في هذا البرنامج التشغيل المؤقت. يعني أنتم ترفضون هذا الأمر جملة وتفصيلا، لكن في المقابل مطالب منكم إيجاد ربما حلول أو بدائل. نحن نرفض هذا الأمر لأنه مخالف القانون، لأنه قانون التدريب لنقابة المحامين ينص على أن يجب أن يكون المحامي المتمرغ متفرغا تفرغا كاملا للتدريب، لا يعني ليس متحق بوظيفة أو جميل يعني طيب. مطلقا يجب أن يكون متفرغا. طيب أنا في يعني معلش بس بتفق مع الأستاذ تحسين فيما قالوا أن هناك بعض الممارنين لا يعني يعطون الكميات المطلوبة من القانون والخبرة الكافية للمحامي. تغيير المحامي ولا بإمكان المحامي المتمرن أن يتم نقل تدريبه إلى محامي آخر إذا كان يشعر أنه بعدم الفائدة. بالضبط. طيب في رسالة أستاذ سلامة، يعني يقول أحد المرسل لهذه الرسالة أنه ما المانع من منع المتدرب من الجمع بين التدريب وبين حتى الأعمال الخاصة ناهيك عن الوظيفة الحكومية؟ قانون صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني لا يجوز نحن كقانونيين مخالفته بأي حال من الأحوال. القانون نص صراحة في المادة 3 منه وخصوصا في نظام التدريب قانون حسنة في الأربع، لا يجوز بأي حال من الأحوال الجمع بين التدريب وأي وظيفة أخرى، كانت سواء كانت براتب أو بدون راتب، ببطالة، مكافأة، أي مسمى آخر يمنع منعا باتا. طيب رسالة أخرى، نحن كخرجين وأيضا وددنا مناقشة المدة الآن، الأستاذ سلامة يثير تخوف جديد من عدم قبولنا للتدريب أيضا، كما أن نقابة المحامين عقدت مؤتمر تمخض عنه تقليص مدة التدريب مع التشديد على الاختبار، لذا نحن نعمل كطلبة نحمل كطلبة وزارة التعليم وأدعو وزارة العمل إلى تحديد نسبة من بطلات الخريجين المتدربين في مكتب المحامي. ربما أشرت إلى جانب منها، ولكن في الجانب الأول في الحقيقة يعني المؤتمر القانوني الذي عقدته نقابة المحامين هناك بعض التوصيات كانت بتخفيض مدة التمرين، ونحن في مجلس النقابة الموسع ما بين غزة والضفة الغربية سوف نعقد يعني جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع الآن أصبح يشغل عدد كبير من المحامين المتمرنين ويشغل بال أيضا العديد من المحامين الممارنين، لأن فترة التمرين في بعض كثير من إخواننا وزملائنا المحامين المتمرنين ارتأوا أن هذه الفترة طويلة، لكننا يجب أن نوضع ضوابط من أجل تقليص هذه الفترة وأن يكون هناك يعني شروط معينة إذا كان هناك تقليص. بالنسبة أيضا للقبول لا نستطيع بأي حال محال من الأحوال مخالفة القانون، وإنما سوف نجد الحلول التي تناسب الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أنتقل إليك تحسين، يعني بنظركم أنه هل تعتقدون أن موضوع إخضاع المتدرب لامتحانين شفوي وتحريري بالإضافة إلى تقديم البحث بعد انتهاء مدة التدريب مشكلة وتسبب لكم هاجسا وقلقا في هذا لا لا أبدا أبدا، هي غير مشكلة، بالعكس هي معيار للكفاءة وللجدارة بالنسبة للمحامي المتدرب على أساس أنه قد خاض فترة من التدريب وقد أصبح مؤهل لممارسة والمزاولة مهنة المحاماة، فبالتالي هذا الامتحان بشقيه التحريري والشفوي والبحث المقدم من قبل المتدرب هو عامل معياري مهم ولا يمثل أي تحدي بالنسبة لأي متدرب، ولكن يعني أنا اللي اقترحته مسبقا يعني إنه هو عمل امتحان شامل تحريري وشفوي وبحثي للمتدرب في خلال السنة الأولى وليس السنة الثانية، يعني هنا الامتحان التحريري والشفوي لا يمكن تقديمه إلا في السنة الثانية مع البحث، إضافة إلى أن بعض المتدربين واجهوا مشكل أصلا عند تحضير الامتحان التحريري أو الشفوي أو البحث، تمام، أنه الأستاذ المدرب لا يعطيه الوقت الكافي للتحضير، يلزمه بالحضور إلى المكتب والدوام في المكتب إضافة إلى تقديم هذا البحث. بس في نقطة أستاذ عبد الناصر بخصوص صلاحيات مجلس النقابة في تعديل قانون التدريب، وكما أن مجلس النقابة هو من وضع قانون التدريب في تاريخ 18/10/2004 يحق لمجلس النقابة تعديل نظام التدريب رقم 1 لسنة 2004
ومن هذه الإذاعة الكريمة أنا بناشد مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بأن يقوم بعقد ورشة عمل مع المحامين المتدربين ومع المحامين النظاميين وكل الملتحقين بالمهنة، وذلك لمناقشة قانون التدريب مناقشة تفصيلية للخروج بتوصيات بتعديل نظام التدريب وإقراره من قبل مجلس النقابة. جميل، تتفق عامر مع تحسين؟ بالتأكيد في هذا الخصوص أعتقد أن كل حل لا يجب أن يخرج إلا من دائرة المحامين المتمرين الذي والأساتذة المحامين كونهم ملامسين لهذه المشكلة الواقعية. لذلك أعتقد أن هناك المعايير النوعية التي يجب أن تدرسها النقابة بجدية ويجب أن تطرح، لا يجب أن تتراكم كل هذه المعايير في بوتقة واحدة مثل التدريب سنتين وطالة المدة ثم امتحان ثم كذا. ممكن حتى احنا يعني تعديلا أو إضافة للأستاذ التحرير كما قال ممكن تكون غير ملزمة موضوع الامتحان الشامل، يعني ممكن تطرح النقابة موضوع امتحان تجريب نعتبره مثلا في مدة السنة، ومن يتجاوزه يستحق المزاولة ومن لم يتجاوز تمدد له المدة لمدة سنتين. إلى ذلك أقول أنه يجب يعني أو بالأحرى يعني نحن ندعو النقابة كونها يعني ترى أن في هذا الأمر مشكلة، ونحن يعني قد يعني المشكلة وقعت علينا، يعني نحن لم نضع تفكيرا وقائيا في هذا الأمر، أنه نحن نسارع بالفعل لعقد اجتماع ورشة عمل في هذا الخصوص ومناقشة الحلول الإبداعية في هذا الأمر، كونه نحن نعيش حالات استثنائية في 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 قطاع غزة، وهذه الحالة الاستثنائية هي من أودت بهذه النتيجة كما عرف. جميل. طيب أستاذ سلامة، يعني أشرت إنه عدم فترة التدريب الخلط بالوظيفة وبالعمل ويحضر أيضا العمل إلى جانب التدريب. لو تطرقنا إلى حقوق يعني حول الحقوقين الذين يعملون في الوظائف الحكومية سواء كان موظف عسكري أو مستشار لمؤسسة معنية أو غيره، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ من يلتحق بالوظيفة الحكومية يتم فورا نقل اسمه من سجلات المحامين المزاولين إلى سجلات المحامين الغير مزاولين، هذا إذا كان محامي مزاول، وإذا كان محامي متمرن يتم وقف تدريبه فورا التحاقه بالوظيفة الحكومية. لكن بالنسبة للمؤسسات الخاصة القانون استثنى المحامين العاملين في مؤسسات حقوق الإنسان من نقلهم إلى سجلات المحامين غير المزاولين، وذلك تم من خلال قرار صدر عن محكمة العدل العليا في قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عاما استثنى منهم المحامين العاملين في مؤسسات حقوق الإنسان. لكننا في نقابة المحامين لا نستطيع مخالفة القانون وتسجيل أي محامي مسجل في وظيفة حكومية أو متدرب في وظيفة حكومية، يتم وقف تدريبه والمزاول يتم نقل اسمه من سجلات المحامين المزاولين إلى غير المزاولين. يعني لماذا لا يتم السماح لهم في التدريب وكسبهم خبرة قانونية ولكن دون منحهم مزاولة مهنة المحاماة؟ مخالف للقانون. القانون رقم 1/2004 نظام المحامين المتمرنين نص صراحة على أنه لا يجوز للجميع، وأيضا بالنسبة للمحامين المزاولين لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى، ونحن كقانونيين لا نستطيع مخالفة القانون. طيب أمام أنه الالتزام بالقوانين وأيضا هناك اللوائح المنظمة لهذا العمل، هذا يقودنا لسؤال أنه هناك بعض الواجبات على المحامين ولهم بعض الحقوق، لو تحدثنا بها، وهل هذه أيضا مقرة على المتدربين؟ في الحقيقة القانون رقم 3/1999 عرف المحامي هو المحامي المزاول، المحامي المتمرن لم يعطيه القانون المزايا التي يتمتع بها المحامي المزاول، فليست جميع الحقوق والالتزامات المفروضة على المحامي المزاول هي مفروضة للمحامي المتمرن، إنما هناك اختلاف كما نص عليه القانون أن لفظة المحامي تنطبق على المحامي المزاول، يعني لا تنطبق على المحامي المتمرن. طيب نتحدث الآن في الدور النقابة، دور النقابة المفترض يكون فاعلا أكثر مما هي أو مما هو عليه اليوم. يعني دوركم في النقابة فقط يقتصر على منح مزاولة المحاماة للمحامي ومتابعته، أم أنكم تعملون لاحقا على استمرار هذا الدور من أجل تكوين شخصية هذا المحامي، صقل خبرته مستقبلا؟
يعني احنا على مدار السنين السابقة بعد اجتياز المحامي لامتحانات الجزاء والكفاءة وحصوله على جائزة المحاماة يتم عقد دورات ويتم عقد مؤتمرات لصقل المحامي بالشخصية القانونية اللازمة والواجب توفرها في المحامي أيضا من خلال المحكمة السورية التي يتم عقدها سواء كان في نقابة المحامين أو في مراكز حقوق الإنسان. كل هذا من أجل صقل المحامي بالمهارات القانونية اللازمة لأداء واجبه وتمكينه من المسؤول أمام المحاكم بكافة أنواعها وأشكالها ودرجاتها. نعم. طيب عمر لديك إضافة؟ أريد أن أشير لموضوع الذي تحدث به الأستاذ سلام موضوع البطالة تم رفضه كونه يخالف القانون ولكن أعتقد أنه يمكن أن يتم طرحه بجوهر مختلف أن يتم تنظيمه يتم تنظيمه مع نقابة المحامين ولا يعتبر المتدرب هو يعني ملتحقا بكون البطالة ملتحق بالحكومة لا إنه هذا الأمر يمنح ويمنح المبلغ مثلا المبلغ تمنح للنقابة مثلا ويتم تنظيمه على المحامي المتمرن بحيث أن كل محامي متمرن يتابع في المحكمة يتم إعطاءه اقتطاع هذا المبلغ من خلال المحامي الممرن. شغلة تانية في أنا بعض الزملاء طرحوا عليه موضوع مشكلة التأمين الصحي للمحامي المتمرن وهو عندما يكون هو طالبا في الجامعة يكون ملتحقا أو مضافا على التأمين الصحي للأسرة ولكن عندما يتم التخرج يحذف من هذا من التأمين الصحي للأسرة فيصبح هناك مشكلة لديه يعني هو في النقابة غير يعني غير ملتحق في هذا الأمر في موضوع المحامي المتمرن أما في هناك تأمين صحي طبعا للمحامي لذلك هذه طبعا مشكلة يجب النظر إليها طبعا بعين الاعتبار كونه ملحقة مع مشكلات المحامين بصفة عامة. عامر أود أن أشير فقط إلى أن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 ليست نصوص مقدسة لا يمكن تغييرها بل هي نصوص قانونية وضعت لتنظيم مهنة المحاماة يمكن أن تتغير ويمكن أن تعدل وأيضا هو قانون التدريب لسنة 2004 هو أيضا ليس نصوصا مقدسة يمكن تعديله من قبل مجلس النقابة وفق الصلاحية الممنوحة من القانون رقم 3 لسنة 99 وفق المادة 42 الفقرة 4 يمكن تعديل قانون التدريب والصلاحيات تكون لمجلس النقابة ونحن مناشدتنا كمتدربين لمجلس النقابة بأن يعقد أيضا كما مرة ورشة عمل للمتدربين وللأساتذة المزاولين وللمعنيين بالمهنة يعني لمناقشة قانون التدريب مرة أخرى ولإقرار تعديلات. طيب أستاذ سلامة يعني نبدأ من حيث انتهى عامر أنه تعديل قانون التدريب النصوص ليست مقدسة لابد أن تتعدل لتتوائم مع المطالب نحن اليوم نعيش حركة نهضة وتغيير وبالتالي يعني مطالب هل لديكم يعني نية باتجاه هذا الأمر؟ حقيقة لدينا نية باتجاه هذا الأمر وصحيح كما تفضل الأستاذ عامر أن النصوص القانونية ليست مقدسة وخصوصا النظام ويختلف عن القانون القانون حتى يتم تعديله يجب أن يتم تعديله من جهة التي أصدرته وهي المجلس التشريعي لكن النظام اللي هو نظام المحامين تحت التدريب نحن كمجلس نقابة بإمكاننا تغيير وتبديل هذا النظام بعد العرض على الهيئة العامة وأخذ موافقة الهيئة العامة يتم تعديل النصوص الواردة في نظام التدريب ونحن في بالنا إن شاء الله هذا الموضوع خصوصا نظام المحامين تحت التدريب ونظام التقاعد المحامين لأن هؤلاء هذين النظامين فيهم قصور كبير بحاجة إلى تعديلات وبحاجة إلى إضافات فنحن إن شاء الله يعني نأخذ بالحسبان والأسابيع القادمة سوف يعني تبشر بخير في هذه الموضوع لأننا سوف نعقد هيئة عامة لمناقشتها زين الموضوعين من خلال موضوع التقاعد وموضوع المحامين تحت المحامين لأن النصوص الواردة فيها غير كافية وما ذكر الزميل أيضا أن موضوع التأمين الصحي بإمكان المحامي المتمرن أن ينضم للتأمين الصحي في نقابة المحامين بمبلغ رمزي وهذا موجود واتفاقية موقعة بين نقابة المحامين بين وزارة الصحة أيضا هناك مبلغ ما يعني أعتقد 10 شيكل يعني مبلغ رمزي مش مبلغ كبير ما زالوا رمزي يعني مش داعي ما هو يعني رسوم هذه يجب أن يتم دفع من المحامي المتمرن حتى يتمكن من الحصول على خدمة التأمين الصحي في طيب فيما قالوا أيضا عامر أنه يعني بخلاف البند البطالة ويشعروا بحرج ولا يقبلوا أن يكون يعني تحت بند بطالة بآلية أخرى ماذا تعمل النقابة لأجل ذلك؟
نحن في نقابة المحامين طلبنا دعم للمحامين تحت المحامين تحت بآلية مختلفة. بآلية مختلفة طبعا، مش تحت بند بطالة ولا نقبل أن يكون. ما هي الآلية؟ يعني دعم من نقابة المحامين، لا يسمى بطالة ولا يسمى مكافأة ولا يسمى راتب ولا غير المسميات هذه إطلاقا. يكون دعم من صندوق نقابة المحامين، وإن شاء الله يعني ربنا يسهل ونستطيع الحصول على هذا الدعم لدعم المحامين المتمايلين إن شاء الله. طيب في الختام سريعا، إن كان هناك مقترحات رؤى نبدأ منك أستاذ سلامة ونعرج على بقية الزملاء. تفضل. يعني أنا أتمنى التوفيق لإخواننا وزملائنا المتمحامين المتمايلين، وأنصحهم بالحضور في المحاكم، لأن الحضور في المحاكم بعد مضي 24 عاما من الدراسة الأكاديمية مهم جدا جدا لصقل المهارات القانونية الموجودة للمحامي، لا سيما أن القانون الفلسطيني رقم 3 سنة 99 يمنح المحامي المزاول المسؤول أمام أعلى درجات المحاكم ثاني يوم حصوله على جلسة المحاكمة، فيجب أن يكون عندما أن يكون ماسلا أمام هذه المحاكم أن يكون كفؤ للمسؤول أمام هذه المحاكم. نعم، والمطلوب من النقابة أن تقوم به. المطلوب من النقابة أن تقوم فيه، يعني إحنا نتمنى أن يكون لدينا القاعات التي تتسع لهذه الأعداد، يعني حتى إحنا في المبنى الجديد لدينا قاعة تتسع ل 600 شخص، لكن نرى أن هذه الأعداد بازدياد مضطرب، فإن شاء الله يعني يكون لدينا القاعات اللازمة للاستقبال. أو مبنى آخر جديد. أو مبنى آخر، الله كريم إن شاء الله، أو مبنى آخر جديد. أو خصوصا في محافظة خان يونس، يعني إن شاء الله ربنا بكرمنا كده ويكون لنا مبنى ومقر في محافظة خان يونس أحسن موجود، وبه قاعة تتسع للعدد الكبير من إخواننا وزملاء المحامين تحت التمرين، حتى نتمكن من تزويدهم بالمهارات القانونية اللازمة لصقل شخصيتهم ومهاراتهم القانونية إن شاء الله. طيب أيضا مقترحات منك أستاذ تحسين، مقترحات يعني كمحامين متدربين للجهات المعنية سواء كانت نقابية أو للمحامين أو وزارة العمل والجهات الأخرى. والله أنا بس يعني زي ما طرحت مسبقا اللي هو الكلام للمجلس والكلام للسيد النقيب، بأنه إحنا فعلا نحتاج إلى ورشة عمل نناقش فيها قانون التدريب بشكل مفصل للخروج بتوصيات لاعتماده من مجلس النقابة وفق القانون 399. أيضا هناك اقتراح، يعني هو ليس اقتراح، يعني هو أود أن وجه نصيحة لإخوتي المتدربين، لأخوتي وأخواتي المتدربين، بأن يستغلوا وقت التدريب يعني في الاستفادة من الأستاذ المدرب بما يسمح لهم العمل النقابي بذلك، ذلك أن يعني الفترة هي فترة طويلة نسبيا سنتين، ولكن أتمنى إن شاء الله أن يتم تعديل هذه المدة خلال قريبا. نعم. طيب أستاذ عامر. طبعا ختاما أدعو زملائي طبعا دوما أن يباشروا متابعة نشاطهم النقابي والحديث دائما وتقديم الاطروحات وتفعيل دورهم في النقابة بخصوص أي أمر يشكل عليهم، وأعتقد أن مسؤولية كبيرة تقع على المحامين المتدربين في المطالبة بأي أمر أو ما يرونه معيقا لعملهم من خلال التواصل دائما مع مجلس النقابة، وأعتقد أن مجلس النقابة بالتأكيد دائما يتجاوب مع أي طرح إن كان هناك يعني هناك صوت قوي يطرحه وهناك حل فعلي موجود واقعي، أعتقد أن مجلس النقابة لا يرفض ذلك. شكرا لكم جميعا، انتهت الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة الحلقات التي كنا نناقش فيها واقع الخريجي كليات الحقوق والمحامين المتدربين في قطاع غزة بين الواقع والأمال. في ختام هذه الحلقة الثالثة والأخيرة نشكر ضيوف الحلقة الأستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، وكذلك الأستاذ عامر القديري المحامي المتدرب، والأستاذ تحسين بكر المحامي المتدرب، وكذلك نشكر الضيوف في الحلقات السابقة دكتور خالد النويري رئيس قسم الإجراءات الفنية في هيئة الاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم بغزة، كذلك الشكر للأستاذة سرية أبو سمعان مديرة دائرة العمال المحلية والوافدة بوزارة العمل بغزة، وكذلك الشكر للأستاذ علي النعوق أمين سر المجلس التأسيسي للنقابة المحامين سابقا، وكذلك الشكر لفادي أبو ناصر الخريج من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، كذلك نشكر مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة UNDP لدعمهم لتنفيذ البرنامج والحلقات الثلاثة، وشكر أيضا لمنسق الحلقات ومعد المبادرة الأستاذ عبد الله منصور عمارة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، انتهت الحلقات وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله.